احنا اصرينا على هذا اللقاء كرمال نجرب نكسر الجليد بيناتكم. 5 سنين مش شايفة جوزي، في صبي بيناتكم، هو وافق يعمل هالزيارة وانت ما كان عندك مانع. شوف يا ده موتر. تفضل حسين. أهلا حسين. الله يسلم. بس كنا بالبيت قلت لي واتفقت معي انه بدك تفش خلقك. اسألها اللي بدك اياه. اسألها اللي عملت معي هيك، انا شو كنت معك عاطل؟ اللي عملت معي هيك من الاساس. في جواب؟ شو؟ دريتك انا شي مرة؟ مش حياة اختي ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب شو السؤال؟ انت شخص كثير منيح معي. ولحديت هلا انا منيح معي. وانا كثير منيحه معك. بس اهلك منهم منيح، فيش الا فاطمه. كل اهلي منيح. فيش الا فاطمه. ولا مين بعد بدي اقول لك مين؟ احمد خيي مات، حلا مات، امي ماتت، بي مات، ما عاد يا ريت امك عايشه. لو امك عايشه ما كنتوا هيك. يا ريت امي عايشه؟ يعني شو عملت معك غلط؟ بحياه امك هاي الدم لعب. لو امك عايشه ما كنت توقفت انا، وما كان حدا غلط معك. طيب انا شو غلطت معك؟ لو امك عايشه كانت حميتني. وانا كنت احميك، انا وبالحبس كنت عم بحميك. ايه بس هن كانوا عم بكذبوا عليك. شو عم بكذبوا علي؟ وين كانوا عم بكذبوا علي؟ كل شيء. شو ما قليل؟ بتتذكر لما كنت تدق على البيت وتقول لهم وين في داء وحلا؟ ايه هيدي الحبس القديم. ايه وين في داء وحلا؟ على البحر. لا برج حمود. بالليل. ما بعرف. نايمين؟ ايه. وين يكون في داء وحلا؟ عم تتدمر حياتهم في داء وحلا. ايه عن شو دخلني؟ ايه لانك وين انت بالحبس؟ ليش انا بالحبس؟ ليه؟ أنا شي مرة أخذت منك ألف؟ لا. شي مرة طلبت منك مصاري؟ شي مرة قلت لك ما تغرق؟ أنا قلت أعرض علي وما كانت تاخذ. لا ما كانت. شي مرة أنا قلت لك روح اسرق وجيب لي؟ لا بالعكس. أنت اللي كنت أنت كنت توقفيني عن السرقة. أنت كنت توقفيني عن السرقة. كم مرة طلعت لعندك عرومية؟ كم مرة طلعت على طرابلس؟ بلى ما هي امبارح شلت لك وطلعك وتقول لي انت بالرسائل انا ما عادش اتعاطى. مزبوط صح ولا لا؟ ريحت ريحتك وبدك تتعاطى. كنت مدمن مخدرات. كنت مدمن مخدرات. كنت اتعاطى مخدرات وانت ياما جاي
بيعمل بالرأي، بدي يعمل اثنين بيعمل بالرأي متين. هذا اليوم بدنا نجرب كرمال هالصبي، مش كرمال شيء. كرماله وكرمال هالصبي. بتعرف انا قد بحبه. ما فيكم تحطوا ايديكم بايدين بعض؟ انا مسلم عادي مثل الرفقة. طيب يلا. لا مش مثل الرفقة. اكيد رفقة يا. لا مرتي انت كيف مثل الرفقة؟ انت ما غلطت معي. وانا بقولها قدام كل العالم انت ما غلطت معي، انت الشخص الوحيد اللي ما غلطت معي. كنت تسامحني على كل شيء. بس انت بتفكر انه انا ارجع على البيت يلي انا دمرت حياتي وانت كنت بالحبس؟ انت كيف؟ ما في حدا فيه البيت. ما بدي ارجع على البيت. ترجع انت حر. انت حر. انا زلمه بحبك وكنت تقولي لي بتعرفي انا كنت اقول لك انه انا بحبك شو تقولي لي؟ بعرف هذا الشيء. كنت تقول انه انا الوحيد اللي ما اذيتك، انا شو اذيتك بشيء؟ لك انا عم بقول انت اذيتني. بدك ترجع معي؟ لا ما ترجع. لو ما في حدا بالبيت ما ترجع. اه بس خلص ما عادش بدي كفي، ما عادش بدي كفي، والله ما عادش بدي كفي. مرقني اذا بتريد. مرقني في كله. حسين عم بقول معك كله قبل يا خيي. حسين اذا بتريد خيي في كله. حسين